قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. طلب لي واحد الفودكا اورانج، انا غادي نمشي نشطح شويه. واخا الشمعه في المنام هي خير وعز وكتدل على البشره الطيبه الا كانت شاعله. اللي حلم بها العزري كيتزوج، واللي حلم بها المجوج كيولي لاباس عليه، واللي حلم بها الجاهل كيولي كيعرف، ولا حلم بها البوفري كيولي لاباس عليه وبخير مع راساتو. ولا كانت هاد الشمعه هادي ما شعلها شي مزيان راه هي كتدل على تبوفريت، وقيل انه هذا الطريق الصحيح. واش من كتاب قريتي هاد التفسير هذا؟ كتاب ديال تفسير الاحلام. شكون اللي كتب هاد الكتاب؟ العالم بن سيرين. في اليوميه ديال الابراج قال لك اللي مولود من المواليد ديال الجدي ما تيخافوش، حتى حاجه ما كتخلعهم، حتى حاجه ما كت كمل اخي ادريس كمل. اش غادي نكمل؟ اختي على الاقل تهضر معاها، ماشي جوج طلع الطنوبي تسلبها بالضرب. كانت اختي انا كون قتلتها وقتلت اللي معاها. الحومه هذه ديالنا خسرات، ولكن انا عارف شكون اللي خرج عليها. السلوه هي اللي خرجت على بنات الدرب. الدراري راني هضرت مع ديك السلوه ما تبقاش تجي عند اختي للدار. كنت تهضر معاها وتبرى منها باش تبعد منها وتقول لها ما تبقاش توصل ليها. الدرب هذا درب نقي وشريف، ودابا ولاو بناتو كيوصلوا الطنوبيلات تسلبها بالضرب.
تخرجش هذيك حيله. تفو شكون هذاك اللي وصلك الطوموبيل حتى راس الحومه؟ ماشي شغلك. نعقل هضر جاوبيني. هذاك العام والباتيستري اللي خدامه عنده. شكاين؟ وي شواقع عاوتاني. واش ما غاديش تخلي عليك اختك في التقار؟ اش بغيتي عاوتاني عندها؟ راه كون كان فيك الخير كون راك انت راجل الدار اللي خدام عليا وعليها، عوض ما تخليها محنا بالليل وبالنهار في الباتيسريات. وجلسوا تدخوا علينا بالباتيسريات. بنتك راها مشوهاني قدام صحابي، رجلتي وصلوها بالطوموبيل حتى راس الحومه. شك مزوقه بحال مونيكا. ماشي شغلك فيا، لا انت ولا دوك الشبايب تاع صحابك. ايوا بقى مقابل هذوك الشمورات، راه هما اللي غادي يخرجوا عليك. سير قلب لك على خدمه، راه المراسم موجودين، المارشيات موجودين باش تعاونوا الناس، وانتم غير متكين على دوك الحيوط خايفينهم يطيحوا. وكان دبرتي على خدمه بحالك بحال سيادك، وكان كملت انا قريتي شحال هادي. واش انا قرات نقلب على خدمه ولا نلقى خدمه وبناقص من ديك القرايه ديالك؟ كون راه نسد عليك في البيت. الخدمه راه كيمشيو يقلبوا عليها الناس، ماشي كتجي تدق عليهم. وراه من نهار اللي مات باك وانا خدامه عليكم، كنخرج من الخمسة ديال الصباح حتى العشرة ديال الليل، حتى طاحو كتافي. نص ديال الفلوس اللي كيعطوني الناس كيمشيو ليا غير في الطوبيسات. عطانا الله هاد البنية خدامة علينا حتى يحن عليك الله، وانت مازال زايدها بالغوات. واش بغيتيني نمشي نمد يدي للناس نبدا نسعى في الرومبوانات عاد يعجبك الحال؟ ايوا دوي امي هذيك الله. ولا بغات تخدم كاع على الاقل دير الحجاب وما تبقاش تجي مبرجة قدام ولاد الحومة. برجة؟ شنو هي تاني هاد برجة؟ اش غنشرح لكم؟ راه هي مبرجات. شنو هي عاود تاني يا بنتي؟ برجة. سعيد. خويا خويا يا شنو مازال تمشي معايا هاد الويكاند لمراكش؟ اخويا غير اسمح لي، خوك مهلوك وزيدون عندي واحد البريكول ما عندي عليه لين. هي ما نعولش عليك وصافي. أتى والله ما كرهت أنا نشبع غير ناس. وزيدون واش أنت غتعد براسك؟ دير بحال اللي مولف كدير ديما، صيفط الفلوس مع السي محمد وجلس مع راسك. أبي والله ما كرهت، راه الوالدة عيانة ما كون جات عليا أنا كون صيفط الفلوس مع السي محمد وجلست هنا. إيوا أخويا إلا كانت الوالدة مريضة الوالدة هي الأولى. سير أخويا الله يعرفك السلامة. يا نساليو الخدمة نضربو شي تحميمة. هذا اقتراح مزيان. ومن تما ندوزو عند بارو بحال القاعدة. بخير. ما عندي انا الكار ديال 12 الليل حتى ارتاح على خاطري. ايوا اش عندك انت؟ انا عندي واحد القريعه حمام يجيبنا يستريح شويه وضرب حتى الصباح بخير. حمام مورا القرعه وتا سيخ الله يعينك. فين وصلتي بعدا؟ احنا خدامين. وليتي شويه الحمد لله. راه خوك راه ضرب التليفون، سل عنده البرشيد شوف لك شي خدمه تما. عاوتاني برشيد خمار هضر، ما تقول لي برشيد راه فيه غير الحماق على مالي انا حماق. برشيد راه فيه معامل فيه مصانع فيه بزاف ديال الحوايج. برشيد الله يهديك ولدي، سل عند خوك. ايوا تبقى انت بوحدك؟ ولدي النهار اللي مشات امك وانا بوحديا. سير ولدي لعند خوك تما، سير تخدم ولدي الله يرضي عليك وتزوج ودير الوليدات ويحيد منك حتى داك الصعره اللي فيك والحماق اللي فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شي بليصه لمراكش 12 الليل؟ مراكش شي شبراي مشوش. فوق
لاباس؟ جليل صافا بسالين بخير وفين هاد الغبره غبرتي تا بيها بغيتي انت اللي ما بقيتيش كتبان لا 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 مره كنطلع نطل تما في لافاليز انت اللي ما تتبانيش ليا داك البار اللي ولا حالتو بقى فيه ما يتشاف الله الا عندك الحق ما بقى فيه نيت ما يتشاف حتى انا نيت ما بقيتش كنطلع نجلس تما وليت نطلع نريح في السانفون صبع عقلها وزويونه وفيها ناس بعقلهم والواحد جالس الله ما يجلس جليسه زويونه صح فين غاديين بك غادا نضرب شي طله في لافاليز تمشي ما عرفتيش غادي نقول لك انا غادي مسافر هاد الليله لمراكش راكي عارفه من راس الشهر للشهر كنطلع نشوف الوالده وفوقاش غترجع والحد في العشيه راه ضروري خصني نكون هنا نهار الاثنين في الصباح كنصبح خدام ايوا حتى تجيو نتشوفوا اجي هنا باغي نشوف الدار ما بقيتيش غادي تمشي مع 12 لمراكش وفينا هو الكار ديال 12 ديالي مازال واحد 3 ديال السويق وزياده زعما اللي فراس عبد الجليل هو اللي فراسو اش قلتي يلا تسمني هنا واحد دقيقه غادي نمشي لافاليز ونرجع لك داكور راه واحد 100 درهم ايوا الله حنا بدينا فيه اش بغيتي هاد 100 درهم غير واحد بنادم كيسال عليا ها 100 درهم رجعت حنان عندك تخليني نتبرد هنا جيو خذ هذه الفرقاش احسن بعد نكمل ليك كيفاش 500 درهم جاب لي 100 درهم تضحكي عليا صبر عليا فرقاش راك عارف الوقت مزيره ياك كدور معاك مره والوالده مريضه يالله كنت تكفى باش نشوي لها الفلوس على هاد الحساب هذا كون خليتهم شرطوا لك الوجه ديالك رسموا لك الخريطه ديال المغرب في وجهك والله لا عاودتي شتك مارتي كتحفري قبرك بيدك اطلق وحتى انت كتحفر قبرك بيدك خصك تعرف بلي كلمه مني اطيرك 5 سنين في الحبس وانت عارف وحتى انا عارف هيا مالا داك خينتي خنزر فين خليه خنزر يلا فين غنمشيو دابا عرفتي انا الدار عندي بعيده على المحطه وزيد عندي واحد الحومه عرفتي الجيران ما كاين هي التبركيك والحضيه نمشيو عند واحد الصديق ديالي عنده الدار كالم ها وما كاين لا جيران لهم يحزنوا دي خير واش قلتي يلا هزيل يلا السلام عليكم. اهلا. صباح. سعيد. تنقدم لك حنان. حنان صاحبي سعيد. اهلا زين مرحبا.
تفضلوا تفضلي. فيتكم شيفو نهار كبير هذا. أي تبارك الله على بكو سعيد. وهذه هي عندي شي خدمة وباغي نشبع غير الناس. صاحبي شحال فيك ديال النقير بركة قرعة ولا جوج القراية انت مالك بزاف ديال الهضرة انت تلفتيناش وتشربي الزين. اشنو عندك بعدا؟ اللي بغيتي كل شي موجود يلاه مخلصين اللي بغيتي كاين امري. ايوا يلاه بدا تجيب. ايوا شنو كتشوف انت صاحبي تقلع واش انت ما كتعرفش الكوزينة؟ نوضرة كوزينة عندك والثلاجة فيها كل شيء. تحرك يا صاحبي وانت كتشوف فيها الحال كيف بشر كبير. مالك يا صاحبي من الصباح سير جيب الكارو وانت نوض الصباح. شي جيب كارو؟ الله يهديك الله يهديك والله تنوض شي كارو. انت الوالي هيا ولات جديده ما تقدرش تغسلها بلا ما تشغل الراديو راه كتخوي الباتري. ويلي الوالد واش جوج دقائق هما اللي يخويوه؟ يلا لا سربي حتى الغابه غنزول منك هاد الساره. اليوم الدوره الكبيره ما كاينش الوقوف وداك الساعه غنشوف واش باقا شي فيرما ولا ساليتي. ماما انا واجده حتى انا ساليت. عيط لطارق خوك وقول له يهبط هذاك الشيء للطوموبيل. ما غايجاوب حد في التليفون. الو كاين بابا دونك في الخدمة. الو هاو الديره ما كاين لا غابه لا والو مشى النهار. الضابط حميد وصل قول لي اتصل بالوكيل العام انا جاي دابا. الضحية سميتو سعيد بن علي العمر ديالو 35 سنة خدام في معمل ديال الأسلاك الكهربائية. البنت اللي معاه هي حنان الغدراوي العمر ديالها 20 سنة تلميذة. لقينا 3200 درهم لقيناها في المجر. وفين هي أداة الجريمة؟ ما لقينا حتى شي حاجة قلبنا أنا ما لقيناش. Thank you.
كيبان انه كان مقصر معهم شي حد اخر شي كثير على جوج الناس. على حساب هادشي اللي تيقولوا الجيران بانهم بقاو كيسمعوا الشطيح والغنا حتى لشي جوج ديال الصباح. هذا الشقه اللي قبلتو ماش كيقولوا هادي خاوي لان مالي رحلوا هادي مده ديال شهر. شكون بلغ على هاد الجريمه؟ الجار ديالو بدا كيعيط سعيد سعيد ما بان لي حتى شي ما حتى شي واحد ويدخل لقاه ميت. فين هو دخي؟ الفوق مع علال. يلاه السلام عليكم. اسمح لي واحد دقيقه من وقتك. الشركه ديالنا مديره بروموسيون، عندي واحد السلعه بثمن منخفض. الشركه سير سير الله يسهل عليك. هاي الدار يا ديال الدار هذا ورق مو السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. هنا كتسكن حنان الغدراوي؟ ايه وانا هي امها. متشرفين لنا. شحب الخاطر سيدي. احنا بوليس. بوليس؟ ياك لاباس سيدي.
حنا رحنا ناس ترانكيل، الدرب كله كيعرفنا وولدي عمره ما دار شي مشكل. عارفين لالا عارفين، الله يخليك، حنا بغينا نهضروا معاك لداخل الا جات على خاطرك. واخا سيدي انتوما اللي تعرفوا، دخلوا. الله يسلمك عليك. ياك لاباس، قول لي يا سيدي اش واقع؟ خلعتوني بنتك، شحال هادي ما شفتوها؟ الجمعه مع العشيه كانت هنا. علاش نهار الجمعه فاش خرجت؟ فين مشات بنتك؟ مشات للباتيسري، مشات للخدمه. اش كاين؟ اش واقع؟ خلعتوني، قولوا لي شنو كاين؟ مالاش مشدوده ولا شنو؟ بنتك الله يرحمها ماتت. بنتي بنتي، شكون اللي قتل بنتي؟ شو واقع؟ شكون نتوما؟ حنا البوليس، اختك اللي لقيناها مقتولة. بنتي مات. شكون اللي قتلها؟ شكون؟ قول لي أنا وكيفك، شكون اللي قتل بنتي؟ صبر الوالدة ديالك. بنتي. وصلوا علينا للدائرة 5. بنتي. قول لي شكون قتل بنتي؟ قول لي شكون قتل بنتي؟ بنتي. الضحية سعيد بن معطي من القلعة سراغنا، وراه علمنا والديه باش يجي يعين وجودها. احترامات السيد الوكيل. نعم سيدي، الملف ديال الضحيتين، الجريمة عندها علاقة بالخمر والفساد، احنا حددنا الهوية ديال الضحيتين وربطنا الاتصال بعائلتهم. نعم تحياتي مولاي. ملي مات باها كانت هي اللي كتخدم علينا، كتصرف على الدار كلها. واحد الوقت بدات كتعطل شي يومات، ما كتجيش تبات في الدار كاع. ملي كان كيخاصم عليها اخوها، انا اللي كنت كندافع عليها ديما. ما كتعرفوا بنات اليوم صعب شويه، كثير شي ملي ما كيكونش الاب اللي هو اللي كيدير الهيبه. أنا السبب، حيت ملي كانت كتجيب لي الفلوس كنت كتشدهم وأنا فرحانة، ما عمري سولتها منين كتجيب. قلت شي فقر تخلي من تحت البولي. شحال في عمرك نتا؟ 29 عام. واش كتقرا ولا اش كدير؟ كنت كنقرا في لافاك وحبست ملي مات با. ودابا اش كدير؟ اش عندي ما ندير؟ تنبريكولي مرة. شكون هما صحاباتها اللي كيجيو عندها الدار؟ كيجيو عندها بزاف. اللي خرجت من القرايه ما بقيتش كنعرف صحاباتها، ولكن بقات كتجي عندها واحد البنت من الله. شنو سميتها؟ سلوى. بنت الحوبة. كتعرفها انت؟ شكون؟ سلوى.
بغيت نعرفها. حساب جليل، حساب جليل. ها تكلم المدير. واش بغاني انا المدير؟ ما نعرف. هادشي اللي سمعت منكم كان راجل مزيان وتيقوم بالشغل ديالو، ما عندي ما نقول الحق، لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. لا اله الا الله. زيد 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 زيد. هاد الناس بوليس انا ماشي هضره بغا يقولها لك. على حساب هادشي اللي قال الناس الحمد لله كنتي انت وسعيد صحاب، كنتو صحاب مزيان. سعيد اكثر من صاحبي، وهذاك الشيء علاش انا توشت عليه هاد الصباح، حيت راه ما جاش هاد ما عرفتيش علاش ما جاش؟ ما عرفتش. ما ياك لاباس. آخر مرة شفتي فيها سعيد؟ نهار جمعة في العشية ملي سالينا الخدمة وخرجنا من هنا. شنو ما علاش؟ لاباس. صاحبك لقيناه مقتول في الدار ديالو مع واحد البنت اسمها حنان، كتعرفها؟ سعيد؟ سعيد مات. سعيد بحال خويا سعيد. فوقاش شفتي سعيد آخر مرة؟ نهار الجمعة في العشية. فين شفتي؟ نهار الجمعة ملي خرجنا من الخدمة كنا تخلصنا، خرجت أنا وياه مشينا تحممنا بجوج، ومن بعد مشينا لواحد القهيوة كلينا بجوج موالفين تناكلو فيها عند با الروب. صافي بقينا هذيك الساعة تما، قلت لديك ستة ونص وهي هذيك وتفارقنا. وأنا راه كون حسن مي غادي تقتل وكاع ما تفارقت معاه كاع. والبنت حنان كتعرفها؟ لا ما تنعرف انا حتى شي بنت بهاد السميه هادي. سعيد راه كان بحال خويا. من بعد ما تفارقتي معاه فين مشيتي؟ مشيت للمحطة وقطعت الورقة ديال الكار اللي تيمشي لمراكش في 12 الليل. ومشيت لمراكش؟ معلوم مشيت انا، حيت مالف ديما في راس الشهر ملي تنتخلص تنمشي، راك عارف مشي يلاه باش كتدور مع الوالدة مزيان مزيان تكون مرضي الوالدين. عندك باك؟ الوالد الله يرحمه هادي 5 سنين باش مات، خلى ليا جوج ديال الخوت صغار، بنت وولد، والوالدة انا اللي خدام عليهم. وكلهم كانوا حاضرين ملي وصلت لمراكش؟ معلوم كلهم كانوا حاضرين. باقي عندك الورقة باش ركبتي في الكار؟ اي يمكن بلاتي نشوف. هيا ها انت هاي.
قلتي ركبتي في 12 الليل وتفرقتي مع صاحبك ما بين 6 و 6:30. فين دوزتي هاد السوايع قبل ما تسافر؟ مشيت رجعت للدار، جلست شي شويه وبقيت كنتفرج، تكيت حتى ديك ال 11 بحال هكاك ومشيت للمحطه. قبل الوقت بساعه تمشيت شي شويه وشريت واحد الجورنان وجلست في القهوه حتى وصلت وقيت الكار وركبت ومشيت. شنو نوع الصداقه اللي عندك مع سعيد؟ سعيد كان بحال خويا، انا وياه ما تنتفارقوش، بحال الخوت. مشارك معاه كل شيء؟ مالو مشارك معاه كل شيء، انا وياه ما بيناتناش اسرار كاع. مشارك معاه كل شيء حتى القصير والفساد؟ لا سمح لي، انا ما عنديش، انا راه كنصلي متقي الله. اسمع نقول لك، انت اللي قتلتي صاحبك، سمعتي؟ قتلتيه هو والبنت اللي كانت معاه، انت اللي قتلتيهم بجوج. والله العظيم الا راهي كتهموني بالباطل، والله ما قتلت شي حد انايا بالله، ولا قتلتهم، حرام قتل جوج ديال الناس ما يمكنش. فين درتي الموت باش قتلتيهم؟ راه غير تتهموني بالباطل، وحق الله الا تتهموني بالباطل الله يهديكم. دابا غادي تشوف هذا الباطل بشحال غادي يطلع عليك. دي هذا لتحت. تقعد. راه مظلوم عباد الله، واش راه تتعبوني؟ شحال وصلت من الصباح؟ راه مظلوم، انا راه مظلوم عباد الله. اتصل بالشرطة بمراكش وتأكد باللي كان مع عائلته. تأكد لي كذلك فوقاش وصل وفوقاش غادر. راه كيبان ليا هو اللي قاتل. كون زدنا معاه غير شوية كان غادي يقرب كل شيء. هما الوالدين ديال سعيد. يا سيدي اجيو معايا. واخا سيدي. زيد اسيدي زيد. عرفنا نشوف. ولدي الحاج. هذا هو التقرير. إذن الساعة الوفاة الضحيتين كان ما بين 2 و3 الصباح. التقرير يمكن يكون نهائي؟ ما يمكنش نعتبره نهائي، لأن مجموعة ديال المعطيات مازال ما دخلناش الحشو. ولكن إذا تأملتي هذا التقرير مزيان، غادي توصل لجوج ديال النتائج. النتيجة الأولى هو أن القاتل ماشي محترف. علاش؟ لأنه احتاج 3 ديال الضربات عاد يقتل الذكر. مع العلم انه كان كيستعمل اله حاده كتوصل حتى 6 سنتيمتر. هذا هو مشكلتنا مع هذه الاله الحاده اللي مازال ما صبناهاش. والنتيجه الثانيه هو ان عنصر غير الحقد متوفر في هذه القضيه، لان القاتل كان كيحقد على الضحيه الانثى، ودليل ذلك العمق ديال الضربه. وما كانش شي مقاومه طرفهم؟ ما كان حتى شي مقاومه، بدليل انهم بعد ما قلبنا تحت الاظافر والمكان ديال الضربات تبين لنا حتى شي مقاومه. واخا اذا فوقاش يمكن لي ناخذ التقرير النهائي؟ ما يمكنلكش تاخذ التقرير النهائي الا من بعد ما دخلوا جميع المعطيات للحاسوب. واخا شكرا.
السلام عليكم. هل سيد علي خليصة قليل بوليس؟ تعريف ديالك. اسمعني أنا. القرار ديال الطبيب الشرعي تأكد أنه فعلا وقعت الوفاة ما بين 2 و3 ديال الصباح. أما التقرير ديال الشرطة ديال مراكش تهو كيأكد باللي فعلا أن المتهم كان في مراكش وصل نهار السبت في 3 الصباح معناتها خدا الكاب 12 الليل كيف قلنا. ايه ولكن البوليس في مراكش داروا التحريات ديالهم غير مع العائلة ديال عبد الجليل، يعني مع عمو ومع خواتاتو، يقدروا يكونوا عطاهم معلومات غلطة. إذا نخليوها معنا وانتم رتوسوا على البحث ديالكم في المحيط ديال الضحية، شوفوا مع صحابتها ومع الأماكن اللي كتزورها. أنا صيفت زيد على واحد صاحبتها وخاصة تكون دابا عندنا. اش كدير صاحبتها؟ حتى هي من حرفة بحالها، احتراماتها. أنا سات سيدة مستدعية عندكم. فايتة تشديتي انتي؟ واش فايتة تشديتي؟ ايه شديت مرة واحدة. فين شدو؟ حدا لفاليس. انتي ما كنتي وقف؟ كنت غير واقفة مع شي حد. واقفة مع شي حد؟ ايه. سعادة الضابط بغيت الملف ديال الحاج موسى. تخرجي منها حتى تخوي داكشي اللي عندك في الراس. اخر مره شفتي فيها حنان؟ كنت مخاصمه معها الشهر هذا ما شفتهاش. قلت لك اخر مره شفتيها واخا ما كنتيش كتهضري معها. شفتها في لافاليز، هذيك هي بلاصتها ديما تتكون تما. شنو بينها وبين عبد الجليل وسعيد؟ تنعرفش هاد السميات، عمري ما سمعت بهم. شكون اللي كتعرفهم صحاب حنان؟ ولاد ولا بنات؟ كلشي ولاد وبنات. واش بغيتي تعرف كلشي على حنان؟ ايه لا بغيت نعرف. يلا تكلمي. هي قبل ما تخاصم معاها كانوا عندها شي مشاكل مع شي وحدين وحلفوا فيها حتى يشرطوا لها وجهها. انا ما بغيتش ندخل معاها في داكشي. ولا بغيتي تعرف مزيان عليها سير عند فرقاش. الحق الله يخليك، ما تقولش له راه صفتك عنده. علاش تخاصمتي معاها؟ على والو، واحد المرة مشيت لعندها وخاها سبني صافي وانا نتخاصم معاها. علاش كيس؟ قال لك سيدي انا اللي خرجت على اختو.
تفضل سيدة العميد. شوف معايا هنا الطعنة شحال عميقة، ومن بعد ما دخلنا جميع الآلات الحادة للسيرفور تبين أن هذه الطعنة ما يمكن تجي إلا من هذا النموذج. يمكن يكون أكثر من قاتل. ما كنظنش، هنا قاتل واحد، لأن تخثر الدم عند الذكر كان سابق على الأنثى. هذا دليل على أساس أن قتل الذكر عاد قتل الأنثى. الله يخليك بروفيسور، في التقرير ديالك قلتي بلي سعيد تلقى أكثر من طعنة، ممكن توضح لي أكثر؟ سعيد تلقى ثلاثة ديال الطعنات، الأولى، الثانية، الثالثة، ولكن الأساسي هو الطعنة اللي تلقاها في الجنب اليسري في الكلوة، كيبين على أساس أن القاتل ممكن كيستعمل يده اليسرى، ولكن الطعنة اللي قتلته هي اللي جات على مستوى العنق. في رأيك بروفيسور يمكن القاتل يكون واحد سكران؟ ما كنظنش القاتل يكون سكران، لأن واحد سكران ما تقدرش تكون عنده هاد الدقة في الإصابة وهاد العمق. شوف معايا، الإصابة الأولى العمق ديالها 3 سنتيمتر، الإصابة الثانية العمق ديالها 3.5 سنتيمتر، والعمق ديال الإصابة ديال البنت فيها 4 ديال سنتيمتر. واحد سكران ما يقدرش يتجاوز 2 ديال سنتيمتر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شرطة القضايا. شرفين عمس. كيفاش مقدون عمس؟ شوف التذكرة مزيان. اش ديالكم هادي؟ ديالنا العمس هادي. هادي قديمة. بغيت غير نعرف هاد الشخص اللي خدا هاد الورقة والسفر لمراكش في نفس التاريخ. واحد دقيقة تفضل معنا. علاش ما كتبغيش تعاون معنا في القرش؟ حتى تعاونوا معايا انتوما، ديما مزيرين عليا الصمتة. واش ما باغيش تول؟ ها؟ نحسب لك شحال مشيكاية كاينة ضدك؟ ولكن هادي غادي تمشي فيها مرة. مالياش ندرت، ولكن عرفت شكون اللي محرشكم. شكون؟ شكون اللي محرشكم؟ هاديك خيتنا مولات البر اللي قدام لافايت، كيجيب لها الله بلي انا كنهرب ليها الكليان ديالها. كتفلى عليا؟ ها؟ كتفلى عليا دابا انا؟ برك برك برك. فرص بأنك قتلتي جوج أرواح. شت أرواح؟ إيه. قتلتي حنان حيت ما كتبغيش تدور معاه، وقتلتي السيد اللي كان معاه. أو حنان تقتلت؟ دابا كتمثل عليا. أجي معايا. حبس 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 الشرف حبس. القضية فيها الأرواح. سولني أنا نجاوبك. آخر مرة شفتي فيها حنان؟ نهار الجمعة في العشية جات عندي الله فالس. علاش جات لعندك؟ كنت كنتسالى شي فلوس، كانت بيني وبينها 500 درهم، جابت لي 100 درهم قالت لي ما عنديش تنكمل لك من بعد، كانت زربانة. مشات من بعد؟ والله ما نقدر نقول لك الشاف، حتى ديك 100 درهم رجعتها لها، قلت لها انت شوف حتى يكون فلوس كاملين واجي لعندي. علاش كتسال هاد الفلوس؟ التاريخ ديالها نهار الجمعة في 12 الليل. تماما هو هذاك. واحد دقيقة انا مسيدي ونقول لك شنو كاين. ديال اش هاد اللائحة؟ هادي اللائحة ديال المسافرين اللي يسافروا نهار الجمعة مع 12 الليل لمدينة مراكش. تذكرة رقم 13.
حتى شي وحدين كانوا غيشرطوا ليها وجهها وانت دابعت عليها. شكون هذا؟ شي براهش الدصرين. راك عرفتي الدنيا كي دايره بالليل. قلتي بانها بقات معاك خمسة ديال الدقائق وخرجت. فين مشات؟ والله ما عرفتها فين مشات، غير انا فهمت باللي كاين شي حد يتسناها على برا، كانت مزروبه. تبعتيها؟ ها؟ واش تبعتيها؟ ايه تبعتها. مشات عند واحد خينا، فهمت باللي مدبر على راسها، رجعت فحالتي لبلاصتي. ما بين الوحدة والثلاثة ديال الصباح ديال نهار السبت فين كنتي؟ من بعد سدينا البيانو بار مع الحداش هوت الحفرة. تقدر تسول أي واحد. ملي تبعتيها حتى الباب شكون كان كيتسناها؟ واحد خونا في الله كان كيتسناها في الجهة الأخرى من التروطوار. إلا شفتي تعرفو؟ نعرفو وعقل عليه مزيان. ها هو رقم 13. نعم سيدي. سافر ولا ما سافرش؟ لا ما سافرش. متأكد انه ما سافرش؟ واه سيدي انت تأكد بنفس كاع الناس اللي كيسافروا وكيقدموا تذكرة للمراقبة كنديروا لهم كروعدة المربع ديالهم. رقم 13 انت كتشوف. نعم سيدي ما فيه تعلم. ما كيمكنش تعوضوه بواحد اخر؟ لا هنا في المحطة ما يمكنش. تعال خرج الكار على المدينة ما هنا في المحطة لا ما يمكنش. واخا غادي ناخذ لك هاد اللائحة احتفظ بها. كاين مشكل؟ كاين مشكل. الو شكون معايا؟ من اي سماك؟ احتراماتي نعمس. اش درتي مع داك خيي؟ اعترف ولا مازال؟ لا لا ما اعترفش. كيبان لي بان عندنا الخدمه بزاف مع هذا بجليل، ولكن فرقاش تعرف عليه. ابون؟ حتى انا جايب لك واحد المفاجاه من المحطه مهمه. ملي نوصل غادي تعرفها. نعم. الي. اتو سويت. احتراماتي نعمس. زيد تحرك لا تجي. فين غادي بيا؟ اشنو درت؟ فض عليا مصنع. فين ما حقوق الانسان والعداله المواطن؟ فين هما؟ واش حسابك فوضى نايضة في البلاد ولا شنو هادشي؟ كتعرفوا كي تخرجوا على بنات الناس. زيد اش درت عباد الله؟ هذاك عبد الجليل ما سافر للمراكش ولا الوالو، يكذب علينا. ودفع حتى مول الكذوب المسخوط الاخر. جلس جلس. شوف هاد اللائحة مزيان. شوف المربع اللي قدام رقم 13 اللي هو رقم التذكرة ديالك. ما عليه حتى شي علامة.
اذا ما سافرتيش لمراكش. والله حتى مشيت وحق الله حتى سافرت مشيت عند العائله ديالي. وانتم راه هما كلهم راه ما في خبارهم سولوهم راه ما يقول لكم سولهم كاع. والله حتى سافرت بالله. بابا هادشي اللي بغيتي ها انت نرفيتي الشاف عجبك الحال عشان تجي تدفع العائله ديالك حتى هما الكلوب. عرفتي اش غيوقع لهم دابا ولا لا؟ غادي تشدوا بتهمه تقديم معلومات خاطئه. غنتصل دابا بالكوميساريه ديال مراكش باش يلقاو عليهم القبض. خرجتي على راسك وخرجتي على داركم وعلى خوتك. بلاتي بلاتي الله يرحم الوالدين. الوالده راه عندي راه مريضه مسكينه راه الا سمعت هاد الهضره هادي راه غادي يسكت ليها القلب. يلا كون راجل تكلم قول اش كاين. هذاك الشيء اللي خفت منه طحت فيه غادي نعاود لكم كل شيء. داك الشيء اللي كاين والله بلا كذوب. سعيد بدا تيحكر عليا باش نخرج نجيب الكارو فهمت باللي بغا يتفك مني بغاني انا نخرج باش يبقى هو وياها. ما نكذبش عليكم طلع لي الدم. البنت انا اللي جبتها وعطيها 100 درهم. كنت زعما قلت ندوز معاها وقيت على ما توصل وقيت الكار وليني نسيت مع الشراب. الشيطان هذيك ما هي لا خطيبتي ولا صاحبتي. مشيت بحالتي للدار ونعست وفي الصباح قلت راه نمشي نشوف سعيد. كنت خايف عليه قلت ربما تمشي دير ليه شي مصيبه ولا تسرق ليه الفلوس مع حنا يلا مخلصين. ملي وصلت للحومه لقيت الجوقه والبوليس. سولت واحد قال لي شي واحد هو وشي وحده صبحوا مقتولين. ومن بعد؟ من بعد بقيت تنفكر قلت الا جيت عندكم الكوميساريه وقلت لكم انا هو اخر واحد شفت سعيد غادي تشكوا فيا وغادي تشدوني. وحتى الا بان كاع هذا القاتل هذا اللي قاتلني بصح ايوا انا غادي نمشي فيها بواحد 6 شهور على الاقل على الشراب وعلى الفساد. وغادا نطيح عليا خدمتي وانا اللي خدام على امي وعلى خوتي. بقيت كان
تذكر جاتني الفكره ملي لقيت الورقه ديال الكار، قلت ما عارف لي حد انا مع سعيد. عيطت على امي في التليفون، قلت ليها توصي خوتي وتقول لهم بالله ما انا راني كنت معاهم في مراكش، حيت انا ديما كنمشي عندهم لمراكش فراس كل شهر حيت كندور معاهم. هذه هي الحقيقة، ما خبيت عليكم حتى شي حاجة. هاد السيناريو المحبوك كل سببه انك خايف على خدمتك. نعم، ماشي خايف على خدمته، خايف حتى على السمعة ديالو من الفساد والشراب. كاين شي ولا ما كاينش؟ أما الجريمة فهو مطمئن أنه ما غيحصلش فيها. ملي اتصلتي بأمك وقلتي لها تقول بأنك مشيتي لمراكش، قلتي لها بأن صاحبك والبنت اللي معاه أنت اللي قتلتهم؟ ها؟ راه ما قتلتهمش أنا، راه ما قتلتهمش صاحب هاد الدار، ما قتلتهمش. أشنو قلتي لأمك بالضبط؟ قلت لها ديري غير هادشي اللي قلت لك ومن بعد غادي نشرح لك. سبق لك نعستي عن صاحبك؟ ماشي مرة ماشي جوج، وتا هو شحال من مرة بات عندي في الدار. وعلاش ديك الليلة ما بتيش عنده؟ راه قلت لكم كنت ناوي غادي نشد الكار، وزيدون راه كان عيني في البنت، واش غادي نبقى انا جالس معاه؟ وكون شديتي الكار فين كنتي غتخلي ديك البنت حنان؟ غادي يخليها مع صاحبه. ها؟ لا اي اذا كانت بغات تبقى انا ماشي شغلي. اذا انت ما عندك غير عليها. هي انا علاش غادي نغير عليها؟ انا ما لي ناوي انا غادي نتزوج بها باش نغير عليها. واخا علاش تقلقتي وقلبتي الدنيا ملي بقات هي وصاحبك بوحدهم؟ ها؟ علاش؟ هي كتغير عليها. جاوب. راه غير مع الشراب وصافي. شتي اش كيدير الشراب؟ الشراب هو اللي دفعك ترتكب ابشع جريمه في حق صاحبك والبنت اللي معاه حنان. ما قتلتهمش، راه ما قتلتهمش عباد الله، ما قتلتهمش. انت اللي قتلتي، انت والحجاج كلها ضدك. علاش كذبتي؟ ها؟ علاش كذبتي وقلتي بانك مشيتي لسافرتي لمراكش؟ علاش؟ وخليتي امك حتى هي تقول للبوليس بان هذا الشيء اللي كاين، وتشهد بنفس الكلام اللي قلتي لها، علاش وصيتيها؟ علاش؟ كذاب. راني قلت لكم راه كنت خايف على خدمتي، وراه غادي نمشي فيها انا، قلت لكم 6 شهور للفساد والشراب، وعم الله شنو غادي تعاود تقولوا لي اخر؟ واخا سيدي، غادي نتسامحوا معاك في الفساد والشراب، ولكن ما غاديش نتسامحوا معاك في القتيله. من الأحسن تعترف حتى بالشغل، غادي يخفف عليك شوية. هاد اليوم سالات، غدا ان شاء الله ما تنساوش تجيبوا معاكم السيشوارات ومشاطي اللي قلت لكم. الو بابا منار، ساليتي. مازال غدوز عليا؟ 5 دقائق انا عندك. وي انتظر، تسيبني في الباب. اتو سويت. يلا انا كنتسنى.
والله سيدي ما غيكون هذا عبد الجليل هو اللي قاتل. اشنو امي وليتي شوافه؟ راه الادله كلها ضده. شتي حنا في كليه الحقوق اول حاجه كنتعلموها هي الاهتمام بالدليل المادي ديال اي قضيه كيف ما كانت، والقانون هو الحاجه الوحيده اللي ما كيعتمد لا على مشاعر لا احاسيس. دار غتنجح في هذه المباراه ديال الضباط من الدوزه، ما خافش عليك. تبع حرفت بوك لا يغلبوك. معك الوليد تعلمت بزاف الحوايج. شتي دابا يعطيني شي قضيه نحلها سيغ بلاص، ما كاين لا ستاج لا مولاي بيه. شحال مره قلت لكم الراي ديالي خرج هو هذاك. عقلتي يا ابن عيسى على هذاك اللي كنتم متهمينه بانه قتل جارته، كنتم مسكين غتعرقوه في الحبس، وفي الاخر ظهر المجرم الحقيقي. انا من الاول قلت لكم ما قاتلش. امي انت قلتي على الله وصدقات، راه ماشي ديما كتصدق. يلا قولي لنا دابا علاش انت متاكده بلي هذا عبد الجليل ماشي هو اللي قتل؟ على حسب ما حكيتي لينا بوه ميت وهو اللي خدام على امه وجوج ديال خواتاته اللي عنده بحال هاد المسؤوليه ما يقدرش يقتل. ولكن ماما علاش كذب وقال لمو حتى يتكذب؟ خاف على خديمته عنده الحق. دابا الوالد شنو بالك؟ جيب عبد الجليل. حاضر. علاش كذبتي ودفعتي ولادك حتى هما يكذبوا؟ حق النور اللي في وجهك سيدي ما كذبت. انا هذاك الشيء اللي وصاني ولدي نقوله للبوليس قلت له انا غاوليه. قلتي للبوليس بلي ولدك جا لمراكش وما جاش، إذا كذبتي على المخزن وهادشي كيتعاقب عليه. أنا يا سيدي أنا مزوقة، أنا مزوقة سيدي في التراب اللي تمشي عليه. ما كذبتش وحق الله العظيم سيدي لا ولدي راه ما يقتلش، والله ما يقتل. لكن ولدي قلبه شيش هو يسامح اللي بدب هو اللي كيصرف عليا وعلى خوتو. وانا مريضه وهاد العام قلنا ان شاء الله مع الصيف نجيو نتحولوا عدو للرباط، المركوب غالي والمصاريف غاليه. وباش مريضة؟ الله ينجيك أسيدي، مريضة بالكلاوي. هو نعمس؟ الو حميد، شوف المفتش علال واحد الخمسة دقائق راجعوا عندي البيرو، انا كنتظركم.
تفضلوا. فين هو عبد السلام؟ مشي يشوف القضيه ديال هذاك مول الشركه ديال التمثيل. امضى فين وصلتوا؟ وكنظن انه قريب يعترف. اش معنى ما بغاش يعترف؟ حنا شرحنا ليه بانه الى اعترف غادي نخفوا عليه شويه، ولكن كيبان لي راسه قاصح، خاصنا معاه شويه الوقت. وهذاك فرقاش اش درتوا معاه؟ فرقاش نعم السلاليبي ديالو صحيح. تقريبا سبعه الناس اللي سولنا كلهم اكدوا لنا باللي بين 12 و2 كان في الحفره. لحد الان ما لقيناش اداه القتل. والتقرير ديال الشرطه العلميه ما لقاش حتى البصمات ديال شي حد اخر. ما عدا البصمات ديال الضحايا وديال عبد الجليل. اذا تيبقى عبد الجليل هو المتهم رقم واحد. ولكن هو متشبت بكلامه. وتقول باللي خلاه يكذب هو الخوف على الخدمه ديالو. لنفترض انه تيقول الحقيقه. هذا كيعطينا اننا خصنا نفتحوا بيست اخرى. السؤال المطروح، اذا كان ماشي هو القاتل، شكون عنده المصلحه باش يقتل حنان وسعيد مع العلم ان الدافع السرقه ما كاينش، لان حتى حاجه ما تسرقت. انا كنظن هو اللي قاتل، ماشي كنظن، متاكد بانه هو اللي قاتل. هذاك السيناريو اللي قال كله غير كذوب. يا عبد الجليل هو عندنا، وهذا ما تيمنعش اننا نفتحوا طرق اخرى. ولا ما لقينا والو تيبقى عبد الجليل هو المتهم رقم واحد. زيدوا وسعوا البحث في المحيط ديال الضحيه حنان، عائلتها، صحابتها، الاماكن اللي كتردد عليها كلها. وضعوا لي واحد اللائحه فيها جميع الاسماء ديال الناس اللي عندهم علاقه معها ولو تكون بسيطه. تلقينا جاي ديري هنا باش كتعرفي باللي كاع المصائب اللي جات لهاد الدار من تحت راسك. مس عليا اسمح لي بغيت نهضر معاك جوج كلمات. سبحانك يا عليم. شنو بغيتي عندنا؟ شنو جات دير هادي هنا؟ نتوما علاش بغيتو عندي؟ اش تقولوا للبوليس عليا؟ كل هما مصيفطين عليا عاوتاني. كلنا صيفط لينا البوليس وكلنا استدعانا البوليس. مناش خايفه؟ شنو مشالك؟ شنو ضاع عليك؟ واش كتظني ساهل عليا بنتي تغصب في شبابها؟ 20 عام وانا كنربي، 20 عام وانا كنكبر، كل شيء راب راب في دقيقه واحده. شنو مازال بغى عندنا؟ شنو مازال بغى عندنا؟ شوفي ام السعديه، رانا ما بيني وما بين حنان الله يرحمها حتى شي حاجه، ما مشارك معها والو. من نهار جيت عندها وجرى عليا ولدك ابراهيم طريقي تفرقات مع طريقها، وبلا ما تبقاو تحرشوا البوليس عليا. انت اللي خرجتي عليها انت. اعطينا اتساعه بنتي، اعطينا اتساعه، انا مزوقه فيك. واش ما قدكش داك الشيء اللي فيا؟ ها العري اللي بعطينا اتساعه. انت اللي خرجتي عليها. قولي اعوذ بالله مش طراجي مولدي. انت اللي كان خاصك تموتي ماشي هي. هنا قدامك تقتلني. يلا زيد. الله يهديك بنتي، اعطينا باتساع، اعطينا باتساع. الله يرحم لك الوالدين. بعدي بلانا على بلاك، بعدي بلانا على بلاك، اعطينا باتساع. سير ولدي سير. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. علاش غيكون عيط لي على البوليس؟ عندك فرقاش مسعي، انا باغي حاجه جديده. ما كنعرف بانك كنتي انت وحنان صاحبات مزيان وما كتفرقوش. كنت نعرف داكشي اللي كنتو كديرو كله. دابا اللي بغيت نعرف هو تقول لي السبب علاش تغضب. السبب هي ولات تدير داكشي ديال المخدرات صافي، و انا نتفارق معاها.
شكون اللي كان كيعطي المخدرات؟ فرقاش. فرقاش؟ نعم فرقاش. كنا عارفينو فين كان الوقت اللي وقعت الجريمة. تكلمي. أنا اللي عرفتها قلتها لك، والله ما خبات شي حاجة. لا خباتي. واش بغيتي تعاوني معنا ولا لا؟ نتعاون معكم أسيدي. إلا ما بغيتيش غتخرجي على راسك. غتخرجي على راسك مزيان. لا سيدي أنا اللي عارفة نقول لكم. واخا. شكون تي بالك أنت أنه يقدر يقتل؟ شكون اللي قتل هذاك حنان والسيد اللي كان معاه؟ صاحبو. هيك شادينو. صاحبو. إلا ما كانش هذاك صاحبو، شكون يقدر يكون؟ ما نعرف، الله أعلم. أنتم كتسكنوا في حوم واحد ياك؟ نعم سيدي. شنو كتعرفي على العائلة ديال حنان؟ ما تنعرف عليهم والو، هاد الصباح دزت عندهم لدارهم قبل ما نجي لهنا و خوها جرى عليا. خوها إبراهيم؟ إلا وقعت لي شي حاجة راه هو السبب. هددني وقال لي أنا اللي كان خصني نتقتل بلاصة ختو ماشي هي. شنو كتعرفي على إبراهيم؟ شنو العلاقة اللي بينك وبينه؟ ما عندي معاه والو. من نهار مشيت لعند ختو الله يرحمها وجرى عليا ما عاود شفتو. إبراهيم يلا معنا. كيف غنمشي معاكم ياك مشيت عندكم ديك الخطرة؟ خاصنا شي معلومة. غادي تمشي معنا يلا. ما نقدرش نخلي الدار بوحدها. أنا أمك فين مشات؟ خرجات. يلا معنا. وسد الباب ويلا معنا. قلت لكم ما نقدرش نخلي الدار بوحدها. إبراهيم! أش كاينة ولدي؟ أعطيو اتساع لولدي. أش بغيتو عاوتاني عند ولدي؟ قيلوا عليكم ولدي! انا ما عرفتش اش وقع لي حتى كذبت عليكم، ولكن راه ما بقيتش حامل نرجع لها الكوميساريه. شوف فيها مزيان، هز راسك. انت اللي قتلتي اختك والولد اللي كان معها. ما قتلتهاش، انا ما قتلت حد. مش بغيتي نهبط وحدك راسها باش تقول اش كاين ولا اش؟ ها تكلم. ما تنرضاش بداكشي اللي تنسمع على اختي. كنت نخاصم عليها ونقدر نضربها كاع، ولكن عمرني ما فكرت باش نقتلها. انت عندك الدافع باش تقتلها، كترضاش بصحابك ولا كتسمع الهضر عليها؟ حتى واحد ما كيرضى بالشرف الاسره ديالو يتمس. ما قتلتهاش، ثقوا بيا ما قتلتهاش. نهار الجمعة بالليل ما بين 12 و2 فين كنتي؟ ها؟ تكلم. داك النهار سمعتها تتهضر مع امي. قلت لها واش غتباتي في الدار؟ ما رضيتش. غير خرجت وتبعتها. فاش خرجت بانوا لي ولاد الدرب واقفين. قلت عاوتاني غيشدوا فيا ويسمعوني الهضرة. سمعتها واحد شوية وانا نقلب. حنا راه ما كناش وكدا قبل ما يموت با. كنا بجوج بينا تنقراو، ولكن فاش مرض با وشد الارض خسر فلوسو كاملين على الدواء. شو ورثنا حنا؟ ورثنا الكريدي.
الماكله ما عندناش باش ناكلو. خرجنا من القرايه مشيت تقلب على خدمه، مره نبريكولي هنا مره نبريكولي هنا، فكرت ننتحر ما قدرتش، بغيت نحرق فيهم الفلوس. كنت شاك فوقتي شنو تدير، خصوصا فاش كانت تترافق مع ديك سلوى. كي شنو ندير، كرهاتك حتى هي، ولاد الحومه ما تيرحموش. شحال من خطره قلت نقتلها ونقتل راسي ونتهنى من هذا العذاب كامل، ولكن ما قدرتش. ماشي انا اللي قتلتها، ماشي انا اللي قتلتها. الا ما كنتيش انت اللي قتلتيها، فين كنتي في الوقت اللي تقتلات؟ كنت الف ما بين الزناقه حتى صباح الحال ودخلت نعست. قدرت تنعس وانت قاتل جوج ديال الروح؟ باص، ما قتلت حد، ما قتلت حد انا. وفين خبيتي الموت باش قتلتيهم؟ بنتك راه البيت ديال بنتي. اللي كنعرف هو دريس ولد الحومة. كانت عنده شي علاقة مع بنتك؟ ما عرفت، ما بقيت فاهمة والو. ضابط حميد يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. كاين دريس؟
شكون تما سيدي اللي مات؟ بوليس. بوليس؟ تفضلوا سيدي. لاباس اسيدي هز الدار. بغينا غير نسولوه فينا هو؟ سيدي راه مشى عند خو البرسيط. وقاش مشى؟ مشى سيدي نهار السبت في الصباح مع الحضاز. نهار الجمعة في الليل فين كان؟ ياك لاباس اسيدي هز الدار. غادي دير شي دور هنا زين معنا من بعد غادي تعرف شنو دار. ما دير هذاك القانون ديالك مع بحال هذا؟ شي بحال هذا بقرفلة نزل عليه داك الشيء كاع اللي كاين يقولوا. هذا البيت ولدك؟ لا سيدي ها هو بيت ولدي. تيجي العصب سيدي. الأول خطرت نشوف هاد الموت هذا هنا. علاش مشى لبرشي؟ مشى عند خوه ديما مرة مرة تيمشي عند خوه تما كي تدبر له على شي خدمة ولا هادي. ولدك عنده شي تليفون؟ عنده سيدي. شنو هو الرقم ديالو؟ الرقم ديالو 036 36 36 36. غادي تعيط ليه بلا ما تخرج من المرة ديالك؟ بحال عيطتي ليه مشيتي لبوتيك. وعلاش غادي نعيط له؟ كيفاش علاش؟ غادي تتصل به وغتقول له بان الدار تحرقت شعلت فيها العافيه. فهمتي؟ واخا يلا اتصل به. هذا الدار المدرج جيبوه معاه زيد
زير لابس. زير 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 زير. يلا سلم سلم. تنبها من قلبي ملي كانت عندها 16 عام وانا كنت باعها بلا ما تحس بيا. كنت باغي نربيها على يدي واللي قرب ليها من الحومه كنخلي ليه ضربوه. واخا ما كانش هي كتبغي تهضر معايا كنت مخليها على خاطرها وكنت باعها بلا ما تحس بيا باش نشوفها اش كدير. شويه هي تخرج ليها قد قد هضرت معاها خلعتها رغبتها كاع ولكن والو اللي فراسها فراسها. وخا هكاك بقيت تنتبعها وبلا ما تحس بيا. حاولت ننساها ونحيدها من راسي ولكن كانت ساكناني. وفاش نشوفها مع شي حد اخر وهي كانت تخيلها مع شي حد اخر كنبغي نضرب راسي مع الحيط وكنجنن. حتى خوها ابراهيم خوها ابراهيم ما طلعش راجل كنت كتسنى هي يضربها ولا يقتلها ولا يدفنها حية ولكن ما خطرش. عرفتي علاش؟ نفسه ميتة ما عنده نفس بحالو بحال الكلب. كنحس براسي موسخ موسخ كلشي موسخ. الحومة موسخة هي موسخة. وخا تجي لعندي كاع دابا وتنوض من القبر توسخات مكنش فيها. ديما كيوقف عليا مالك في الحلم تيقول لي نوض نقي الحومة من الوسخ اللي فيها. نهار جمعة بالليل شفتها خارجة تبعتها حتى تلاقات مع داك خينا ومشات معاه بقات هي وياه شحال وانا لتحت كنسمع المناكير. واحد شوية وهداك اللي مشات معاه هبط بوحدو وسكران وهي بقات الفوق وانا نطلع في الدروش وباليا الباب محلول الشقة ديال الباب. بانت ليا واقفة كتشطح مع واحد اخر وانا ندخل بلا ما يحسو بيا. توعد فيهم الدافية وبقيت في الدار حتى دخلوا لبيت الناس. واحد الساعة وانا جبت الشنوي عطيوني شريبة شريبة بغيت شريبة. العزري في يديه الجنوي غادي يتزوج ولحن جوج الجنوي
غادي يرد مراته. ولا حلمتي في يديك بزاف ديال الجناوه غادي يغدروا بك صحابك.